المنحة تاع الطلبة الجامعيين راني زدت فيها نزيدو نزيدو معليش هي لو نعطيك رأيي الخاص فيما يخص المنحة تاع الطلبة أنا مانيش قابلها خلاص، لأن المنحة ضعيفة ولحد الآن شكون يدخل في دماغه باللي الفطور يسوى 24 دورو؟ ان دينار 20 لوروبا كيما كنت نخلص انايا في 65 نمشي من 65 كنا طلبه كنا نخلصوا ان دينار 20 كنا نخلصوا 50 سنتيم لو بتي ديجني مازال باقي كيما راه سي با نورمال ماهوش طبيعي. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.